انت يا ابني دخلت يا عمر يا ابني انت بتتكلم ايه يا عمر في ايه انت مجنون ايه ده في ايه في ايه يا عمر ايه اللي جايبك هنا بالمنظر ده سيبك من يا ابني والمنظر وشوفوا بنتكم اللي بتسكر في الكباريهات ايه ده شكله سكران ده ايه ده انا مش سكران انا شفتها بالشكل ده يا حيوان انت مين دي طب ازاي والله العظيم لسه شايفها ورحمه ابويا لسه شايفها بتعمل ايه يا اليو بعمل دفتر حسابات دفتر حسابات ليه واحنا فاتحين صدناوي يا ستي مش صدناوي ولا حاجه بس برضو كل حاجة لازم تبقى متنظمة ومتأيدة عليك وليه ده كله واحنا في وسطينا خاين ولا خاين ولا حاجة ما هي كلها فلوسك إنما حسابات لازم نفنط كل حاجة يعني المصروفات لوحدها الإيرادات لوحدها اللي كسبناه اللي خسرناه اشترينا بإيه بعنا بإيه كل قرش داخل أو خارج لازم يعدي على الجدول ده عشان نبقى عارفين راسنا من رجلينا قولي لي بقى أنت فاضل معاكي كام 280 جنيه حلو قوي هاتي بقى 100 جنيه ليه؟ دي ايه؟ دعاية دعاية ايه؟ بص يا مبلوزة انا اتفقت مع مطبعة تعمل لنا شوية مطبوعات فيهم اسم المحل وعنوانه والاصناف والاسعار هستلم المطبوعات دي الصبح مطبوعات ما مطبوعات هتفرتك القرشين اللي معانا ما تلم ايدك شوية يا اخوي يا مبلوزة اهم من الشغل ظبط الشغل وبعدين احنا فاتحين في حارة كلها ستات بيوت محدش هيجيلنا لازم بقى نقول للناس اللي حوالينا والورش والمحلات والمدارس والشركات ان احنا فتحنا عشان يجوا ينفعونا الامر لله خد ايه ده دول 95 جنيه حلوين يا ليلى استني مش هستنى يا عشي بنتي وانا مش هسيبها استني يا ماما انا جايه معاكي تروحي فين يا مالك انت بتهزري رايحه فين في حد عايز يصدق واحد مجنون زي ده هو يا عاصم لا ما انتش خارجه ما حدش هيقدر يمنعني يلا يا عمر يلا يلا يا خالد يلا مش هينفع اسيبها تروح مكان زي ده لوحدها اطلع معاها يا ماما ماما مالك يا مالك صوت احمد دماغي مش يلا بقى ندخل جوه؟ لا أنا ماشي وهسيبك النهاردة علشان ترتاحي وتنامي وتتعرفي على المكان على فكرة أنت ممكن تطلبي أكل يجيلك هنا أو تنزلي المطعم تاكل تحت أو تروحي البسين أو تعملي أي حاجة في الأوتيل هنا هتتحسب على حساب السويت أنا عايزك تنبسطي على الآخر وأنا هروح النهاردة واجي لي بكره طب هتمشي ليه؟ ما تخليك قاعد انا قلت لك عايزك تنامي ترتاحي وتحسي ان المكان ده ملكك انت لوحدك بس ده كتير عليا قوي مفيش حاجه كتير عليكي تصبحي على خير ليلة زرقاء إيه؟ الواد الطويل في السن رجع ومعاه ناس عشقتي عامله زي البير ما تفهمش هي بتقلب مين في ايه بقول لك ايه ما تروحي تصرفيه لحسن كده الليله شكلها هيبقى غامق اهي اهي الست اللي هناك دي هي اللي كانت واقفه وشافت كل حاجه اهي جايه جاي. من فضلك يا بنتي في واحده كانت هنا من شويه اسمها عشق انا ما اعرفهاش الزباين هنا كتير ومش كلهم اعرف اساميهم
يا ستي افتكري كويس اللي كانت واقفه مع الاستاذ اللي هناك اللي كان وشه في الصيانه ده، وانتوا ضربتوني حتى لما انا قلت لها هنروح سوا. مين؟ لميس؟ ايوه لميس. مين انت بتتكلم عن مين؟ استني طب بصي دي صورتها. اسفه جدا اول مره اشوفها. من فضلك يا بنتي بصي كويس. ما قلت لك والله يا مدام اول مره اشوفها. يا استاذه ركزي ما تجننينيش، ده احنا كنا احنا الثلاثه هنا. امال انا ضربت العلقه دي ازاي؟ عشان خاطري بصي في الصوره كويس. يا مدام ما تخلوش يتعل في الشرب تاني، شكله قعد يقربع جامد لحد ما دماغه تعبته، ده حتى خلى بنت معديه من البنات وراح. والمصحف ما حصل. والمصحف ما حصل، ده انا كان نفسي بس فشلت. يلا يا ماما يلا يا ماما يلا. يا مازن حرام والله العظيم كان نفسي وما عرفتش. فيها نجاة. يا اخويا ما كنتش اعرف ان كلاويك ساقعه كده. ده رايي ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ بقى تبقى عارف ان هم رايحين يدوروا على ايش، وانت ولا انت هنا ما فكرتش حتى تروح معاهم. عمر ده سكران وبيخرف. وازاي الحال بقى لو رجعوا هي معاهم؟ انت هتخرف زيه؟ ما انت عارف يا اخويا انا ما شفتش انت اللي حكيت، وانت بقى راجل نص كلامك كده. ايه انت تشدي نفسك ولا ايه؟ يا اخويا وطي صوتك، راضي في المطبخ يسمعك بعد ما تتفرجي وتتدي قوي كده. امشي اطلع بره بره بره. خير خير يا عاصم بيه؟ حصل ايه؟ خلاص انتوا ما بقتوش نافعين، اتفضل. سايبه المكتب كله تراب وجايبه لي القهوه من غير وش. خلاص يا عاصم بيه، لو انت شايف ان احنا ما بقيناش نافعين امشي. انت بتقولي ايه يا نجاة؟ يرضيك يا راضي المكتب يبقى كله تراب بالشكل ده؟ لا طبعا ما يرضنيش. انت غلطانه يا نجاة، وانا هنضف المكتب بنفسي لسيادتك. ما هو كمان ما يصحش يقول علينا ان احنا ما بقيناش نافعين. يا ست ما تراعي الظروف اللي احنا فيها، ما انت شايفه بنفسك. خلاص انفعلت وخلاص، ما تزعليش. انا اسف يا ستي. لا يا عاصم بيه العفو، ده انت جمالك مغرقانة ولا ايه يا نجاة؟ اللي تشوفه يا سعد، اللي تشوفه يا اخويا. وعليكم السلام. يا نهار اسود، ايه اللي عمل فيك كده يا ولد؟ انت عملت حادثه؟ انا لقيت عشق. عشق؟ لازمته ان اجري ورا كلام فارغ زي ده. بابا لو سمحت، ماما تعبانه قوي ما بطلتش عيط طول الطريق. اطلع انت اوضه براتك. معلش عشان خاطر الراحه. يا باشا روح نام. شنو يا حبيبتي؟ طلعت مش هي. يعني ايه؟ يعني رحنا وسالناهم قالوا لنا لا نفس الاسم ولا نفس المواصفات. لا انا الكلام ده ما ينفعنيش، انا عايز اعرف بالتفصيل قابلتوا مين وقالوا لكم ايه. تعالى تعالى معايا احكي لي ده. تعالى بس. غلط يا ليلى، اللي حصل ده غلط.
ضغطك عليا مش هيجيب نتيجة غير اني اقول كلام مش عايزة اقوله. اللي حصل حصل وخلاص. يعني ايه؟ عايزة تهدي اللي بنيناه في سنين؟ عايزة تضحي بالبنت اللي فاضلة؟ لا يا عاصم، عايزة الاقي البنت اللي راحت. انت ليه طول الوقت محسس انك مش عايز تلاقيها؟ انت فاهمة الكلام اللي بتقوليه ده معناه ايه؟ طب اديكي خرجت لقيتيها؟ يا ليلى، الامل في اننا نلاقي عشق جريمة في حق ملك، لانه هيدمرها ويرجعها للحالة القديمة. الكلام ده كان زمان لما كان صغيرة. صح، عشان كده اتطلقت وحاولت الانتحار. يا ليلى، ملك بنيتها النفسية ضعيفة وموضوع عشق بيضغط عليها. طب عايز يعمل ايه؟ اقول لقلبي ما تقش ابطل احبهاش عشان ملك؟ ملك هي اللي في ايدينا دلوقتي. والله اعلم اذا كان عايشه. عايشه يا عاصم؟ انا حاسه بيها. دي حته مني ضاعت. فاهم يعني ايه حته مني؟ ادخل. صباح الخير علي، وحشتيني. طول الليل بفكر فيكي مش عارف انام، عشان كده قلت قبل ما اروح الشغل لازم اجيب فطار ونيجي نفطر سوا. فطار؟ وهنا وسط الامتحانات؟ اه، فطار هنا وسط الامتحانات. ايه المشكله؟ ده الفطار هنا هيبقى له طعم تاني خالص. ليه ان شاء الله؟ هو انت اول مره تيجي هنا ولا اول مره نفطر مع بعض؟ لا، دي اول مره اجي لفري حبيبتي مكتبها وافطر معاها بعد ما بقت مراتي. علي، انا عندي امتحان كمان ساعه، ما ينفعش كده بقى. بقول لك ايه، انا اجلت الجواز لبعد الامتحانات، مش معقول اجل الفطار كمان لبعد الامتحانات. هنفطر سوا يعني هنفطر سوا. والله انا شكلي اتدبست في واحد مجنون. هو في اجن من كده؟ ايه يا وجدي، في حاجه؟ لا، انا كنت جاي اسال حضرتك على الامتحان عشان التصوير، لكن لو حضرتك مشغول انا ممكن اخد انا اصوره واجيبه لحضرتك تاني. لا استنى يا وجدي، انا جاي معاك. عن اذنك يا سيادة المقدم. اتفضلي يا دكتور. صباح الخير يا استاذ ياسر. برافو عليكي، في ميعادك بالظبط. اتفضلي، تعالي افرجك على المكتب بسرعه. بص يا سيدي، ده مكتبك وده الكمبيوتر بتاعك وده دولابك. انا مكتبي من هنا. اي اوراق خاصه بالقضايا بنحتفظ منها بنسختين، نسخه ورق ونسخه بنسحبها اسكندر، تتحط في فولدر خاص بكل قضيه لوحدها. انا ما بحبش اي حاجه ولا اي ورق يضيع، اهم حاجه بالنسبه لي النظام. ما فيش اي حاجه تدخل ولا اي حاجه تخرج الا واحنا عارفين مسارها. لا لا، ما تقلقش حضرتك، انا من ناحيه النظام فانا منظمه جدا. هاي انا كمان هحتاج اوراقك وبياناتك عشان اعمل لك كروت وعشان اديهم للموكلين يعملوا لك توكيلات عشان اي قضيه مش ضروري احضرها تحضريها مكاني. بصراحه انا كنت مقرره ان اول توكيل ليا كمحاميه هبروزه وعلقه، بس اذا كان في كارت فانا هبروزه وعلقه هو كمان. طب بقول لك ايه، انت عمرك رحتي محكمه؟ عمرك شفتي مرافعه لايف؟ بصراحه مره واحده بس وكانت الدنيا زحمه فما كملتش. طب كويس، انا عندي دلوقتي قضيه شيكات، ممكن تيجي معايا وتشوفي الجو ايه وتبقى اول مره محكمه. اه طبعا، يا ريت. ماشي. يا سلام، كل الفرحه دي عشان رايحه محكمه؟ لا، بس عشان حضرتك يعني ايقاعك سريع، وهي دي كانت فكرتي عن الشغل. طب يلا عشان ما نتاخرش. اتفضل حضرتك. مساء الخير. مساء الخير سليم مهران. دقيقه واحده، ادي الهنا مخبر. اتفضلوا يا فندم. يا رب يا ساتر. اتفضل يا باشا. حلاوة الكنافة. شايف؟ شايف يا سعادة الباشا العز؟ على فكرة اللي جات دي أجنبية مش مصرية. Good afternoon. Good afternoon. Welcome Mr. Salim. آسر أليوب يا فندم، حاضر عن المدعي بالحق المدني صالح مرتضى، وأرجو إثبات حضوري للتوكيل. اتفضل يا استاذ. قدم الان لسيادتكم حافظه مستندات تحتوي على صوره ضوئيه من الشيك سند الدعوه، وصوره ضوئيه من خطاب رفض البنك لعدم وجود رصيد. وطالب حضرتك تطلع عليهم وحجز الدعوه للحكم.
حامل المتهم. مساء الافتتاح يا فندم، حاضر عن المتهم وده التوكيل. اسال حضور. اتفضل. انا بطعن على صوره الضوئيه المقدمه من الاستاذ وبطلب اصل الشيك للاطلاع يا فندم. معاك اصل الشيك يا استاذ؟ دلوقتي لا يا فندم. تؤجل لجلسه 1 ابريل لحين الاطلاع على اصل المستندات. اللي بعده. قضيه رقم 44 ابراهيم محمد الدخالي ماجد. بجد ايه المرافعه الجامده دي؟ ايه يا بنتي ده؟ دي جلسه تقديم اوراق، امال لو شفتيني بقى بترفع في جنائي هتعملي ايه؟ طب هو انا يعني عندي سؤال صغير، ليه حضرتك ما جبتش اصول الشيكات معاك؟ انا قلت ادي فرصه للخصم، ممكن لما يلاقي الموضوع دخل في الجد يدفع على طول. عين العقل. So it seems you're an important businessman, Mr. Salim. لا لا لا، سليم باشا راجل محترم. فيها ما هيسن، هي ما قالتش حاجة غلط، دي بتقول لك رجل أعمال كبير. You know I was very hesitant to meet you. Why? Because you're an associate of Mr. Haysom, the worst person ever. الله يكرم قصرك. He's an idiot and a con man. He wants to cheat me and he's not even trying to hide it. Well, you're absolutely right. And by the way, the feeling is mutual. If so, why did you get him with you? Consider it a mistake. Anyways, my money is ready, 35 million. ما نطلع النبي كده، النبي عربي، ما نتكلم بالعرب. اوكي. انا اقل حاجه جات لي 40 مليون، وفي 42 وفي 45. ده كله كلام وكلام ببلاش، بس انا فلوسي كاش. ايوه بس انا مش مضطره ابيع، ومش مضطره اخسر 5 مليون، which is nearly 730 الف دولار. And don't forget I still have to pay this idiot. Well, me too. Okay. Think it over and give me an answer. You either pay 40 million or get rid of this idiot and only pay 37. Fair enough? Fair enough. أنا هرجع للشركة اللي معايا بخصوص المبلغ وأكيد هنتقابل تاني. أوكي. طيب أنا مضطرة أسيبكم عشان أنا عندي مواعيد كتير. طب لا يا ست علم، يعني ما كلام أخد وعطى. فور سعيدة مستر هايسون. سعيدة مبارك. لسه جو. راح فين يا دعاء؟ راح اتفرج على التلفزيون، زهقت وصدعت من كتر المذاكره. حبيبتي ما تتعبنيش معاكي بقى، انت شايله ماده، يعني اي دلع في ماده تانية هيعيدك السنه، احنا عايزين نخلص. اعمل ايه؟ الكلام كله عندي دخل في بعضه ومتلخبطه. طب معلش يا حبيبتي عشان خاطري، ركزي شويه معلش. حاضر هحاول. يلا. اعملي حسابك اني مش هوصلك ولا هتقومي من هنا غير لما تحفظي الملزمه دي زي اسمك. يا سلام، يعني انا محبوسه بقى ولا ايه؟ اه محبوسه. طيب عامه هتبقى احلى حبسه وانا معاك. مش وقت احنا هركزي. مساء الخير. مساء الخير يا بنت. ودي كانت فين دي ان شاء الله لحد دلوقتي؟ انا مش عرفني يعني تلاقيها كانت بتشتري حاجه وبتاع واتاخرت. تشتري حاجه؟ انت عبيط يا مازن، حاجه اللي هتشتريها لحد دلوقتي. امال ايه يا حبيبتي هتكون راحت فين؟ شوف انت بقى يا حبيبي تكون راحت فين. اصل البت دي مش على بعضها من ساعه ما انا وانت رجعنا لبعض. كان عندها امل فيك، ولما لقت السكه مقفوله راحت تلعب بره. حبيبتي تلعب ايه بس؟ منا مش كده. انت غلبان قوي يا مازن، غلبان قوي. منا مش كده. انا عارفه الاشكال دي كويس، بس انا حابه احذرك عشان دي شغاله هنا عندكم، يعني لو عملت حاجه كده ولا كده هتبقى في وشكم. قصدك ايه؟ ما قصديش ولا حاجه، خليني في مذاكرتي. ايه اللي انت عملتيه ده؟ لو فكرت كويس هتلاقينا عملت الصح. ياما العملية دي عايزة اخطف واجري، مش طالبة محكاكة. انا هجري بس وانا معايا مليون زيادة يا بيبي. مليون زيادة يا بيبي؟ ايوه. ليه؟ هو انت فاكرة سليم ده ايه؟ ده يلعب بخمسة زي وزيك. طب فتح مخك واحسب معايا، احنا مش هنطلع منه غير بالمقدم، والمقدم ده 10%. 10% من 35 يبقى 3.5، لكن 10% من 45 4.5، صح؟ ها؟ قول صح. لا ما انا كده تهت منك. يعني هو انت قصدك ترفعي السعر؟ بالظبط، ونحسسه انها باعت غناوه عشان يدفع وهو مطمن وحاطط في بطنه بطيخه صيفي، ويبقى فاكر انه ضحك علينا كمان. طب لو الزبون خلع؟ مش هيحصل. كلامه معايا بيقول انه ماسك في البيع بايديه واسنان. بمناسبه الكلام فكرتيني، شوية الفرنساوي اللي انت رطنتهم كيفوني صح الصح، صراحة
امريكاني جون الجون يعني. اي خدمة. بس انا ما سمعتش منه من ساعة ما مشي، لا يكون فلق. ما سمعتش منه عشان هو نصح وطماع، فاكر انه هيزنق البيعة كل ما قرب معاد سفري. طيب لو البيعة دي فكست اعمل فيك ايه؟ مش هتفكس يا بيبي، اتقل تاخد حاجة نضيفة. ماشي؟ قول ماشي. ماشي. انا متأكد انها هي. طب ما يمكن تكون شبهت على واحدة تانية عشان حكاية الشرب دي. حتى انت يا صافي، مش انت بتقول ان الست بتاعت النايت كلاب قالت لك انها مش هي؟ يعني هتعمل كده ليه؟ انا مالي ومالها، انا اقعد ابني استنتاجاتي عليها، انا شفتها بعناية. طب انت عايز ايه مني دلوقتي؟ عايزك تساعديني نلاقي عشق ونقولهم على مكانها، عشان انا مش مجنون ولا هبل عشان خاطر اشوف واحدة وتقولوا لي دي واحدة تانية. هو انت ليه مصمم برضو تلاقيها؟ مش انت قلت لي الموضوع عدى خلاص؟ انت مش متخيلة انا لو رجعت عشق الملكة تفرح ازاي؟ دي ممكن تكون اكبر حاجة حد عملها لها في حياتها، فهمتي؟ هتساعديني ولا لا؟ اكل الاول بعد كده اقول. والله ما انت واكله لما تقولي هتساعديني ولا لا. وامري لله، امري لله. هيثم بقى فخم، هيثم بقى فخم. بتزعق ليه؟ يقف في ايه؟ انا عرفت البنت عزة فين. فين؟ عزة ماتت. ايه؟ ماتت؟ انت جبت الكلام ده منين يا؟ ما انا مش لاقيها في اي حته يبقى ماتت، هو ده الحل اللي عندي. مش لاقيها عشان انت خيخه ومالكش لازمه. ما انا تعبت وضغط عليها في كل حته يا فخم، وبعدين عايز فخامتك تتعامل زيي، طالما مش موجوده يبقى نعتبرها مفقوده لحد ما نلاقي الجثه ونبقى نعمل لها شهاده وفاه. مش عايز غباوه. انت هتطلع دلوقتي على شمس تجيب قرار الزباين اللي كانت معاهم عزه اخر حاجه، ما بعد اللي كانت فيه ده اتشقطت من جوه ما اتشقطتش من بره. انا ازاي الفكره دي ما جاتش على بالي؟ انت فعلا اذكى فخم شفته في حياتي، اعتبرها عندك. بس خلي بالك لو رجعت من غير عزه هعلقك. حاضر. انا طول الوقت حاسه انها معايا جنبي، لما بتقابلني مشكله وما بعرفش احلها بفكر يا ترى عشق كانت هتعمل ايه عشان اعرف الاقي لها حل. بصي، الارتباط بين التوأم مساله طبيعيه، لكن انت ليه ما رحتيش معاهم وهم رايحين يشوفوها؟ بابا مرضيش. يعني كنت عايزه تروحي؟ هو انا ما كنتش عايزه اسيب ماما لوحدها؟ بس اقول لك على حاجه، انا من جوايا كنت خايفه اروح، كنت خايفه الاقيها بجد، مع ان انا بحبها قوي، بس مش عارفه ليه خايفه قبلها. طب بصي، تعال نفك الحكايه كده حته حته، عشان انت دخلتي في المشكله مره واحده. قولي لي، هي سابت البيت ليه؟ معرفش، هي فجأة اختفت، قعدنا ندور عليها أيام وما لقيناهاش، حتى أيامها أنا بطلت أتكلم خالص. ماما وبابا قلقوا عليا قوي، افتكروا جرالي حاجة. أنا كنت بعيط ليل نهار، كنت حاسة إني لوحدي، لغاية ما شوية شوية ابتديت أحس بوجودها تاني. وطبعا في الفترة دي أهملوكي وركزوا في انهم يدوروا عليها. لا ليه؟ ماما يمكن شويه، لكن بابا بالعكس ده كان مهتم بيا قوي، يمكن اكتر من الاول كمان، رغم اني كنت ساعات بشوف دموع في عينيه. مش عارف ليه حاسس انك بتحبي بابا اكتر من ماما شويه. السؤال الغريب ده، ما اعتقدش الحب ليه مسطره يتقاس بيه، انا بحب الاتنين اكيد، ساعات اميل لماما ساعات اميل لبابا، متهيألي ده طبيعي. طيب ما تيجي نرجع لعيشي بقى. الفترة اللي كانت غايبة فيها كنت بتشوفيها بتسمعيها؟ بس في خيالي بس. انت عارف حضرتك يا دكتور ان الاطفال وهم صغيرين بيبقى ليهم صديق خيالي. انا عايشة بقى كانت صاحبتي الخيالية. طب الحكاية دي قعدت قد ايه؟ يعني فضلت صاحبتك الخيالية لغاية سن كام؟ لغاية بداية المراهقة تقريبا. طب في الفترة دي كنت بتشوفيها أو تسمعيها؟ أنا عشت فترة كبيرة قوي لوحدي يا دكتور، لسن كان صغير وأنا كنت بحس بوحدة، فكنت بتخيلها، نتكلم سوا، نلعب سوا، تهيألي ده طبيعي ولا مش طبيعي يا دكتور؟ بصي، والصديق الخيالي ظاهرة طبيعية عند الأطفال، المهم إنهم يعرفوا يفرقوا بين الواقع وبين الخيال. لا طبعاً أنا كنت عارفة إنها في خيالي بس وإنها مش موجودة. طب كانت بتكبر معاكي ولا أنت كنت بتكبري وهي لأ؟ عشقة توأمي، يعني ما بص في المراية أشوفها. يعني كانت بتكبر معاكي؟ آه.
وساعات ساعات يعني مش دايما. لما كبرت كنت اقعد اتخيل يا ترى دخلت كلية ايه، ولما كنت اشوف حد كنت اقول اكيد عشق تحب ده، بس ده لعب يعني مش اكتر. واضح ان دنيتك اللي جوه دماغك اوسع بكتير من اللي بره. هو انا دايما ما كنتش اجتماعية، حتى لما كانت عايشة موجودة كانت هي اجتماعية اكتر مني وكانت جريئة يعني. طب ليه مش عايزاها ترجع؟ ما هي صاحبتك، ترجع وتتكلم مع بعض زي زمان. زمان كنا عيال، دلوقتي انا حاسة انها تبقى غريبة عني. اكيد الدنيا غيرتها زي ما غيرتني انا كمان. عندك حق دكتور، هو انا كده طبيعيه؟ طبيعيه يعني ايه؟ يعني مش مجنونه؟ بيتهيالي اللي تروح شغلها وتنجح وتتفاعل مع الناس اكيد طبيعيه. القدره على الاستمرار هي معيار السواء الاساسي. دي مشكلتك ان انت حساسه بزياده، بتتاثري بزياده، وده بيعمل لك اكتئاب بسيط بس هيخف مع الدواء اللي انت بتاخديه. الحمد لله. ما تتصورش كرمك ريحني قد ايه يا دكتور. طب كان في موضوع عايز اكلمك فيه من المره اللي فاتت، العلاقه بين الراجل والست. انا تعبت يا دكتور النهارده، معلش ممكن نكمل مره تانية؟ تعبتي ولا بتهربي مني؟ اوكي خليها المره الجايه، ما تنسيش تاني ميعاد من السكرتيرة. ميرسي يا دكتور، عن اذنك. دنيا تانية خالص، ناس وحكايات، حاجة تجنن. والأستاذ بتاعك بقى مبسوط منك؟ هو أنا يعني لسه ما عملتش حاجة، بس حاسة إنها هتبقى فرصة كبيرة إن شاء الله. مساء الخير. مساء النور. معلش يا منة، ممكن أستأذنك في كوباية نسكافيه بس؟ آه حاضر عليا. تعالي هنا، روحي أنتِ كلي، أنا اللي هعمل لك النسكافيه. ماشي يا دادا، عمري لله، مع ان منا هي الوحيده اللي بتعرف تظبطهولي. قولي انت عاوزه ازاي وانا اظبطهولك، اصل منا من هنا ورايح مش هينفع تشتغل تاني في الفيلا. ليه خير؟ اصلها اشتغلت في مكتب محاماه، هتخرج من الصبح مش هترجع غير اخر النهار، يعني مش هتبقى فاضي. ايه ده؟ صحيح يا منا؟ بدات من النهارده. مبروك يا ست. الله يبارك فيك. لو اني يعني هبقى زعلان عشان مش هشوفك زي الاول، بس ماشي. النسكافيه ولا تحب اوديه لك الاوضه؟ لا انا كده تمام قوي، تسلم ايدك. اتفضل يا هلا. قولي لي، المحكمه بقى زي ما بنشوفها في التلفزيون؟ بس زحمه، زحمه قوي. اخر مره شفت البنت عزه فيها كان ادم عموحي ساعات، وهو ما شفتهوش بعد كده؟ لا برضه ما بقتش. بس يبقى شبكت معاه ولا زيزو. ايوه انت هتسقط على التوفيق، تعس على الراجل ده، هو عنده محل قطع غيار هناك. يعني انت عايز تقول له ما شفتش عزه عبد الحاج؟ لا يا حلو، هتمشي وراه تقطره لحد ما يروح لها. هو لو دخل البيت اعرف منين انها جوه؟ بس يا يلا غور، يا مش عايز منك حاجه. خلاص يا فخي، ما انا هتصرف. غبي قوي. يا ساتر يا رب. لا مؤاخذة كنت هدوس عليك. صد الحملاه ادخل ياه. كلام الجديان اخرج ياه. هو الوشوش مالها في الكباريه ده؟ يا خرابيس يا دولاني يا عمر، المكان الوطي اللي انت جاي من كده. دي مغامرة، مش عايزة تعملي مغامرة في وسط قاع المجتمع؟ قصدك بكابورت المجتمع؟ بكابورت، يلا نقعد. ده الواد العبيط بتاع عشق؟ ده البنت شكلها كاوية في مبلغ نضيف، بس انا هروحهولك على ركبه، هحرمه يجي هنا تاني. خش عليه. فندق. امرك يا ريس. علاني. مساء الخير. مساء النور. ايه ده؟ انا ما طلبتش حاجه. هي كل ترابيزه بينزل عليها ازازه. بس انا ما بشربش. النظام كده؟ طب هي بكام دي؟ 1250 جنيه. ليه؟ طب احنا ممكن ندفع وما نشربش؟ براحتكم. ندفع ما نشربش، احنا معانا فلوس. انت بتسكت خالص. طب اسمعني كده. مساء الخير. مساء النور. مين ده كمان؟ لا ده اللي ضربني. احنا غلطنا معاك، قلت اجي اشرب معاك ونتصالح. والله كلك ذوق، بس انا بطلت الحمد لله. شكلك كده مش عايز تتصالح.
هتشرب ولا مش هتشرب؟ يا عم انا الواحد بيهزر معاك، ما ايه في ايه؟ هشرب طبعا، ده انا سفنجه. وانت كمان هتشربي. وانت كمان هتشربي. ايوه عشان نتصالح. يلا اقول لك هات لنا ازازه كمان. نجيب. هات هات يا عم ازازتين. بص بقى انا لط. انا ما بشربش. اشربي خليها تعدي على خير. كيوت قوي. علي انت ما بترديش على تليفونك ليه؟ انا بصحح الامتحانات وعاملاه سايلنت. طيب اتفضلي يلا خشي غيري هدومك علشان هنخرج نتعشى بره سوا. نتعشى سوا فين؟ انا عندي شغل كتير. بقول لك ايه، النهارده الصبح انت ما كملتيش فطارك معايا وانا ما فطرتش وما اتغديتش، يعني هتعشى معاكي؟ يعني هتعشى معاكي. انت الصبح كنت هتعمل لي مشكله قدام المعيد لما دخلوا لقينا بناكل مع بعض. بقول لك ايه، انا الطريقه دي مش هتنفع معايا. لا يا حبيبتي الكلام ده كان زمان، حضرتك دلوقتي مراتي، يعني انا مش من حقي بس اقول لك نتعشى سوا، لا انا من حقي كمان اقول لك ان انا تعبان وهخش اريح جوه شويه. استنى هنا، انت رايح فين؟ داخل. علي انا هخش احضر عشاء، هنقعد ناكل في نص ساعه وحضرتك تروح وانا اكمل شغلي. ماشي موافق، بس المهم الاكل يبقى حلو. ها اللي موجود هتاكله، ما عملتش اوردر ليه قبل ما تيجي؟ هو في ايه؟ ايه الزحمه دي؟ لا ده غالبا كمين. يا لهوي كمين. طب هنعمل ايه؟ ولا حاجه زي ما انت. السلام عليكم. انت رايح فين؟ لا انا هروح بقى، وانت لو عوزتي حاجه بيكلميني. انت بتستعبط؟ ما تسيبنيش يا عمر، انت اللي عملت فينا كده دلوقتي. زمانهم دلوقتي هيعملوا لي تحليل وهيلاقوني سكرانه وهيقبضوا عليا. بس بس خلاص، في ايه؟ ما تخافيش، بس لما الظابط يجي سيبيني انا اتكلم. اوكي متاكد؟ ايوه متاكد. اوكي اوكي يلا اطلع اطلع. ايه ده؟ خلاص انا بقيت اتكلم. خش كمل. اشوف الرخص لو سمحت. لو سمحت ما تتكلمش معاها، كلامك يبقى معايا انا، ولو عايز رخص تاخدها مني. اشوف الرخص يا حبيبي. معيش رخص. معاكش رخص؟ تغيب منين يا؟ جايين من الكباريه. من الكباريه؟ تكلم كده ليه يا؟ سكرانين سكرانين. امين مشي العربيات دي كلها ولم الكمين، هي كده جبرت. بتقول لي جاي منين يا؟ مش الامين بيلم الكمين؟ نتكلم في الاسم. اتفضل يا استاذ، تشرب الشاي وتنزل على طول. مع ان بعد العشوه العظيمه دي المفروض الواحد يشرب الشاي وياخد مراته حبيبته في حضنه ويدخل ينام. علي خلص شايك وانزل، انا عندي شغل ومش فاضيه لك. ما تشتغلي براحتك يا ستي، انا مش هعطلك، انا هقعد اتفرج عليكي. بقول لك ايه، انا انت مستنيه حد ولا ايه؟ لا طبعا الوقت متاخر، هشوف مين. أكرم يا علي. طب وإيه يعني؟ ما تفتحي تشوفي عايزة. ما ينفعش يعرف إن أنا اتجوزت وما ينفعش يشوفك هنا أصلاً. إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ خلاص ما تفتحيش. ما أفتحلوش إزاي؟ ما هو أكيد شاف عربيتي تحت وسأل البواب قبل ما يطلع. مش فاهم عايزاني أعمل إيه يعني؟ نط من البلكونة؟ لا أخش بس أوضة النوم لغاية ما أشوفه عايز إيه ومشيه. أخش أوضة النوم؟ ليه؟ وإحنا بنسرق ولا بنعمل حاجة غلط؟ عشان خاطري يا علي، عشان خاطري. خير يا أكرم. إيه ده؟ من على الباب كده؟ إيه المقابلة دي؟ ده المثل بيقول لاقيني ولا تغديني. الوقت متأخر وأنا عندي شغل، وبعدين حضرتك ما اتصلتش ليه قبل ما تيجي؟ معلش يا ستي، حقك عليا يا فريد، وبعدين ما فيش ما بيننا الرسميات دي. ممكن أشوف لوجي؟ البنت نايمة مش هقدر أصحيها دلوقتي. فريدة أنا قاطع القاهرة بالعرض عشان أجي أشوف بنتي، معلش خشي صحيها. لا يا أكرم مش هصحيها. فريدة أنا مسافر أمريكا وغيب شهر، جاي مخصوص عشان اشوفها قبل ما اسافر. خشي صحيها وجربي، لو صحيت يبقى خير، ما صحيتش يبقى مفيش نصيب.
ممكن هجرب. ماشي. وطي صوتك، اصل لسه بره جاي يشوف البنت عشان مسافر. يعني لسه هيقعد؟ لا لا، انا هطلع اقول له ما عرفتش اصحيها. مش تقول ان عندك ضيوف يا مدام؟